ضل معي وقت. شو في صندورة؟ ولا شيء. هلأ برجع. أنا رح أشتغل شوي بالبيت البراني. لحظة شوي، وليش بهذاك البيت؟ فيك تشتغلي فوق بالغرفة وكل الملفات بالخزانة. أنيس باخد الملفات على البيت البراني لأنه هنيك في هدوء أكتر. مشان هيك أنا لازم أعمل تقرير لمشروع ورح ياخد وقت، وأنا بعرف كتير منيح أنه ما فيك تنام على الضوء. شكلك أنت نسيان، أنت ما عطيتني غير يومين بس حتى جهز لك التقرير يلي بدك اياه. اوكي روحي. ولك ليش اتصلت؟ اي انا نسيت، ولا مره كذبت عليك وما عطيتك. خرحس جاي بعد نص ساعه، انتظرني ما بطول.